الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نعم هذه شهادات القرآن الكريم لشهدائنا الأبرار الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة وزكوا بأنفسهم في سبيل إعلاء كلمة الدين وفي سبيل وطنهم. لذلك تأتي هذه الأيام كشواهد وأيام الله سبحانه وتعالى يجب أن نتذكرها، وهو القائل وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وما أكثر أيام الله تعالى في هذا الوطن المكابر المفدى، أيام تربطنا وتذكرنا بالتضحيات الجسيمة التي قدمها شهداؤنا الأبرار عليهم من الله الرحمات والرضوان. أولئك البواسل الذين قدموا أنفسهم ووهبوا أنفسهم للشهادة والموت لتكتب لنا نحن الحياة والسعادة. وهذا اليوم 11 من شهر ديسمبر يمثل أو واحدا من الشواهد التاريخية على سلسلة جهاد هذا الشعب، الجهاد المرير في سبيل تحرير وطنه، في سبيل سيادته، في سبيل الحرية والاستقلال والعزة والكرامة والسيادة في هذا الوطن. وهو واحد من الأيام التي تكشف أو تفضح وحشية الاستعمار الفرنسي ضد هذا الشعب الأعزل، ولتكشف أو لتجيب العالم كله بالظلم والعدوان الذي يقوم به هذا العدو الكافر البغيض في ضد هذا الشعب الجزائري الأبي الذي لم يتنازل في يوم من الأيام قيد أنملة عن وطنيته أو عن دينه وعن هويته وعن ولو شبر من أرضه الطاهرة، ولو سلطت عليه كل أنواع الإبادة والتنكيل والتعذيب والتقتيل من طرف هذا العدو. فكان هذا اليوم أو هذه المظاهرات التي كانت في 11 من شهر ديسمبر من الشعب الجزائري تعبيرا عن سيادته أو عن عدم رضوخه لسياسة الاستدمار وسياسة الاستعمار. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا أهلا للوفاء، الوفاء لشهدائنا الأبرار. نعم وهذه الوقفة وقفة وفاء وإجلال لأرواح طاهرة ضحوا بأموالهم وأنفسهم من أجل السيادة والسعادة والحرية والاستقلال. فاللهم ارحم شهداءنا الأبرار واجعلهم في أعلى عليين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.